السلام عليكم. اليوم رانا رايحين نبداو نراجعو مادة العلوم الإسلامية لسنة ثالثة ثانوي لجميع الشعب. البرنامج تاعنا يحتوي على 19 درس. أنا يا راني رايحة نرفد الدرس نشرحه لكم مليح. في آخر الحصة نرفد نعطي لكم ملخص صغير لهذا الدرس اللي تقدروا تستعملوه كمراجعة بعد ما تكونوا استوعبتم مليح الدرس اللي رايحة نقدمه لكم. إذن نبدأ. الدرس الأول تاعنا هو وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية. الحاجة الأولى اللي لازم نعرفها هي تعريف العقيدة الإسلامية، يعني تعريف العقيدة. تعريف تاع العقيدة يكون لغة واصطلاحا. التعريف اللغوي هو التعريف اللي نوجدوه في القاموس، وحنا على بالنا بلي العقيدة مشتقة من كلمة عقدة، يعني ربط وشد بقوة. يعني العقيدة لغة هي الربط والشد بقوة. أما اصطلاحا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. وش نستنتجو من هذا التعريف؟ يعني هي الإيمان بأركان الإيمان الستة، اللي هي الإيمان بالله والملائكة الكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هكا رانا عرفنا وشنو هو تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. العنصر الثاني اللي راح نطرقله في الدرس تاعنا هو أهمية العقيدة. العقيدة عندها أهمية كبيرة لتمثل في ضمان النجاة والفوز في الآخرة، تحقق السعادة والراحة النفسية، تدفع صاحبها إلى العمل والاجتهاد لتحقيق مرضات الله، وتضبط سلوك الفرد وتبعده عن الانحرافات. تضمن النجاة والفوز في الآخرة، معندها دوك الإنسان اللي يؤمن بالله تعالى معندها راح يقوم بجميع العبادات اللي فرضها لنا الله، لهذا يخليه يضمن النجاة والفوز في الآخرة، يعني ربي هو رايح يكافئه ويجازيه نهار الآخرة. تحقق السعادة والراحة النفسية، الإنسان اللي يقوم بجميع العبادات اللي قال لنا الله عليها، هذا اللي يخليه رايح توجور دائما يحس براحة نفسية. وتدفع صاحبها إلى العمل والاجتهاد لتحقيق مرضات الله، معندها الإنسان يولي يثابر ويجتهد لكي يعمل ويجتهد باش يرضي ربي سبحانه وتعالى. وتضبط سلوك الفرد وتبعده عن الانحرافات، يعني الواحد اللي يكون يامن بربي ويقوم بجميع العبادات اللي فرضها لنا، هذا اللي يخليه يبتعد دائما عن الانحرافات. العنصر الثالث هو وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية، أي أن القرآن استخدم الكثير من الوسائل باش يثبت العقيدة الإسلامية. الوسيلة الأولى إثارة العقل. ينبه القرآن الكريم إلى الكثير من آيات الله تعالى في الكون ويجبره على التدبر والتأمل، يدرك أن لهذا الكون خالق واحد. أي أن الإنسان كي يتأمل في خلق الله تعالى، الإنسان كي قاعد يشوف في الخلق تاع الله تعالى من سماء الأراضي ضخامة الجبال إلى آخره والدقة في خلقه، هذا اللي يجعل الإنسان يتيقن ويتأكد باللي يوجد خالق واحد لهذا الكون اللي هو الله تعالى. وكاين تانيك الوسيلة الثانية هي إثارة الوجدان، يعني يثير القرآن الكريم عاطفة الإنسان من خلال تذكيره بنعم الله عليه حتى يستيقظ داخله وينفعل وجدانه. إذن هنا نفهمه بلي العقيدة الإسلامية تحرك مشاعر الإنسان والأحاسيس تاعه، وهذا ليخليه يتفطن لحقيقة وجود الله بإثارة الأحاسيس والمشاعر تاعه، يخلي الإنسان يتفطن بوجود الله سبحانه وتعالى. الوسيلة الثالثة هي التذكير بقدرة الله ومراقبته، وذلك بإشعار الإنسان بعلم الله الشامل وأنه رقيب على كل صغيرة وكبيرة، وكل هذا يدفع القلب إلى الخشوع والإنابة لله وحده وتشريك له. المعنى هذا أن الإنسان كيكون على باله بالله راهو على علم بكل صغيرة وكبيرة، هذا اللي يخلي الإنسان يبتعد عن الأمور اللي ما ترضيش الله. هكا الإنسان يبتعد عن كل الأمور اللي ما ترضيش الله تعالى علينا. يوجد كذلك رسم صورة محببة للمؤمنين بذكر صفاتهم الحسنة وما سينالونه من جزاء دنيوي وأخروي، بمعنى
يعني في الدنيا والآخرة. واش نفهمه منه؟ باللي القرآن الكريم حدد لنا واش هما الأخلاق اللي لازم يتصف بها الإنسان المؤمن في الدنيا، واش هو رايح ينال من أجر في الآخرة. هذا اللي يخلينا نتخلقوا بهذه السلوكات باش نتحصلوا على رضا الله سبحانه وتعالى. الوسيلة الخامسة، رسم صورة منفرة للكافرين. ذكر القرآن صفات الكفار وأفعالهم وعقائدهم الباطلة، يعني التفكير تاعهم الخاطئ، واش راح ينالوه من عقاب شديد في الآخرة وفي الدنيا كذلك. لذا يستوجب علينا البعد عن تلك الصفات التي لا يكون كي لا يكون مصيرنا مثلهم. يعني القرآن الكريم رسم صورة منفرة في نفس الوقت للكافرين، كما رسم صورة محببة للمؤمنين رسم صورة منفرة للكافرين، عفوا صورة منفرة. قلت لكم في نفس الوقت القرآن رسم صورة منفرة للكافرين، واش رايحين ينالوه من عقاب شديد في الدنيا والآخرة. على هذا الأساس الإنسان المؤمن يبتعد على كل هذه السلوكات اللي ماشي ملاح، باش ما ينالش هاد العقاب، وما يكونش المصير تاعو كيما مصير الكافرين. الوسيلة الأخيرة هي مناقشة الانحرافات التي يقع فيها الإنسان نتيجة لجهله بمختلف الأدلة العقلية والشرعية. هنايا القرآن بين لنا كل الانحرافات اللي يقدر يوقع فيها الإنسان، هكا باش الإنسان يبتعد عليها وما يوقعش عليها. بعد ما كملنا الدرس تاعنا، هاو الملخص اللي درته لكم، يعني ملخص صغير، مي بصح كيما قلت لكم لازم تكونوا فهمتوا واستوعبتوا كاع الدرس اللي درته لكم من الاول، وسيو تانيك تحفظوه شويه، باش هدايا الملخص هاو رايح يساعدكم باش تراجعوا به، يعني لا في تاع ليكزامان الايام الاخيره قبل امتحان البكالوريا. شوفوا، تعريف العقيده كما قلنا مقبل هي الربط والشد، اصطلاحا كتبت لكم هو الايمان بأركان الإيمان، أهمية العقيدة وسائل تثبيت العقيدة كذلك درتها لكم، لكن ملخصة يعني سييت قدر المستطاع باش نلخصها لكم. إذا هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، كملنا الدرس الأول اللي هو وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية. هذا هو الدرس إذا اللي شرحت لكم منه، وهذا هو الملخص، لكن كما قلت لكم الملخص لازم تستعملوه بعد ما تكونوا فهمتوا مليح الدرس تاعكم. حاولوا كذلك تحفظوا هذا الدرس هذا اللي درته لكم، من بعد ما تكونوا فهمتوه وحفظتوه خذوا الملخص هذا رجعوا الدرس تاعكم منه. حبيت برك نسقسيكم شحال من درس حبيتوا نفهمه ونحفظه في الاسبوع، يعني سأخذ بعين الاعتبار الأجوبة تاعكم اللي تديروهم لي في الكومنتار. إن شاء الله بعد ما نكملوا البرنامج راح نطرقوا المواضيع ونحاولوا نحلوا حتى مواضيع تاع مواد أخرى، إن شاء الله تاع تاريخ وجغرافيا، وعلاش تاني العربية إن شاء الله تاني. إن شاء الله تكون ساعدتكم هذه الطريقة هذه وتحصلوا على أعلى العلامات. زيدوا قولوا للأصدقاء تاعكم ينضموا معنا، ومع السلامة. فقط أعتذر، حجم الصورة تاعي هذه تاع الفيديو الأولانية كانت صغيرة، يعني ما انتبهتش حتى كي عاودت شفتها باش صبتها صغيرة. ديروا غوتاسيون رايحة تكبر لكم شوية، رايح نحاول إن شاء الله المرة الجاية باش ما نديرهاش كي هكا. مي بصح راكو رايحين تصيبوا في لاباج فيسبوك اللي راني رايحة نديرها لكم في صندوق الوصف، تصيبوا الدرس والملخص تاعو، يعني فهموا دوكا في الفيديو، ومن بعد روحوا تصيبوه مكتوب لتماك نصوره لكم ونحطه لكم.